حاول حاول السلام عليكم. دابا الثمن ديال 17 درهم عند كلشي. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لجميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، والكل كيعرف بأن الثمن ديال الزجرة طلع وصل ل 17 درهم للأسف الشديد. إذن مباشرة من مدينة العرائش نشوفوا أجواء ديال السوق الأسبوعي، عفوا السوق النموذجي بمدينة العرائش، وشحال وصل الثمن ديال الدجاج اللي سمعنا قبل قليل في الكواليس أن الثمن ديال الدجاج وصل ل 17 درهم. إذا كنتمنى من جميع المشاهدين أنهم يبارطاجيو هذا البث المباشر والحصري. اليوم داير 17 درهم اليوم. غريبه يعني هو كيطلع نورمالمون في العواشر، ولكن هاد المره كانت زياده تقريبا 25% كتاثرت شويه على السوق على البيع والشراء. تقريبا كلشي تزاد، يعني الهبره تزادت الفخات تزاد، تقريبا كان 12 13 اليوم 17 الاسبوع هذا طلع فيه كامل. كيفاش 13 درهم 13 ما بين 12 13، هادشي اللي كان طلع تقريبا 25% تزاد في هذا الاسبوع هذا. ضروري كتشوف السوق خاوي، ضروري يكون الاقبال ناقص، مساله عاديه، كل ما الثمن كيطلع الاقبال ضروري ينقص، خصوصا في الفتره هذه كاين الازمه الى اخره، فهمتي؟ طبيعه الحال ملي يكون الثمن ناقص الاقبال كيكون احسن، ضروري ملي كيكون الثمن كيتزاد راه ضروري ينقص. المنطق السوق واحد، يعني كون زاد الثمن باش كينقص الطلب، مساله عاديه. لا المية ما كاينش، الثمن ديال الحي 17 يعني كاين نقاش واحد دابا هذا 20 درهم هذا 40 درهم فهمتني، كيبدا 40 درهم حتى هي 12 درهم العناق وجناح هذاك الشيء، يعني ضروري كيكون اختلاف فهمتني، ولكن تزادوا هذا كان 30 درهم ولا 40، يعني زادت 25% تقريبا في كل شيء. طبيعة الحال وهذا الشيء اللي خصو ولا يحتاج الى اخره فهمتني. طبيعة الحال يعني من الانتاج اللي ناقص، يعني ما يكونش من عندنا حنا طبيعة الحال، حنا الا كانت السلعة موجودة ضروري يكون الثمن طايح، لكن الا كانت السلعة قليلة راه يكون الثمن طالع، حيت ما كاينش اقبال على طلع السلعة، يعني السلعة راه اكيد قليلة يعني من بلاصتها فهمتيني. ارتفاع الثمن اكيد من بلاصتو، يعني من الموضوع، يعني الانتاج راه قليل اكيد، حيت ما كاينش شي رواج كبير اللي يطلع الثمن، يعني راه الانتاج راه ناقص من بلاصتو، فهمتيني؟ بما ان منطقه السوق خاضعه العرض والطلب، الطلب قليل، يعني اذا العرض راه قليل، فهمتيني؟ اقل، فهمتيني؟ لا شويه، الواشر كيكون الطلب مفروض زايد، لكن ماشي بحال العامات اللي فاتت، اقل من العامات اللي فاتت، لا مساله عاديه، دائما الواشر كيكون واحد شويه زايد، ولكن هاد المره اقل من السنوات اللي فاتت، يعني بحكم التجربه كان يعني باينه، فهمتيني؟ ما كانش مثلا الزياده كبيره ديال الطلب، فهمتيني؟ وحاليا راه تكتشف السوق، يعني راه الشغل واقف، يعني حاول طبعا اذا الانتاج كان قليل هاد الايامات ولا شي حاجه، ربما بعد اسبوع ولا هذا ممكن الانتاج، حيت الانتاج كيبقى له 40 يوم عاد كيوجد، يعني ممكن عاد توجد سلعه ولا شي حاجه. لا ما نظنش، لا حيت ملي كيطيح السوق راه ضروري بالزبنه يطيح حتى هو، فهمتيني؟ يقدر يستمر نهار سيمانه كاع ولكن يهبط، ما يمكنش. حنا كندويو غالي، نبيعو غالي، شنو رخيصه نبيعو رخيصه العاديه. اليوم دايره تقول الجمله دايره 14 ونص، شكرا.